بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. المزمور 72 لسليمان ابن داود النبي، بركاته فلتكن معنا أمين. اللهم أعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والأكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدور، ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوس الزارفة على الأرض، يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه تكسو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبا يقدمون هدية، ويسجد لك كل الملوك، كل الأمم تتعبد له، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المساكين على المسكين والبائس، ويخلص أنفس الفقراء من الظلم ومن الخطف، يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه، ويعيش ويعطيه من ذهب شبا، ويصلي لأجله دائما، اليوم كله يباركه، تكون حفنة بر في الأرض، في رؤوس الجبال تتمايل مثل لبنان ثمرتها، ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض، يكون اسمه إلى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه، ويتباركون به كل أمم الأرض يطوبونه. مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. أمين ثم أمين. تمت صلوات داود بن يس الملك، والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين. سبق أن قلت لكم إن سفر المزامير بيتكون من 5 كتب، الكتاب الأول من مزمور 1 لمزمور 41، واليهود يقروا 41 مزمور ومعاهم سفر التكوين كل أسبوع، واخد اللي بالكم؟ يقروا سفر التكوين ومعاهم 41 مزمور. الكتاب الثاني من مزمور 42 إلى هذا المزمور 72، يعني ده نهاية الكتاب الثاني، وبيقروا معاه كتاب إيه؟ سفر الخروج. الكتاب الثالث بيبتدي من 73 ل 89، وده بيقروا معاه سفر اللاويين، أي الشركة، الخروج يعني الفداء، واللاويين يعني الشركة. الكتاب الرابع من مزمور 90 ل 106، وده بيتقري معاه سفر العدد، دروس في البرية. الكتاب الخامس والأخير من 107 ل 151، وبيتقري معاه
سفر التثنية، أي الوصايا مرة ثانية للجيل الجديد اللي هيدخل أرض المعاد، لأن الجيل القديم كله مات في البرية ما عدا يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. تقول لي نعرف إزاي الكتاب؟ الكتاب لما تفتح عندك مزمور 41 اللي هو آخر الكتاب الأول تلاقيه يقول إيه؟ أمين فأمين. أمين فأمين يعني الكتاب إيه؟ خلص. الكتاب الثاني لما تقرأ الآية واخد بالكم 72 اللي احنا قرناها أمين ثم أمين، المزمور ده اللي احنا قرناه، وهكذا كل كتاب ينتهي بكلمة أمين ثم أمين. دول الخمس كتب. بس الحمد لله في الطبعة الجديدة للكتاب المقدس اللي بين ايدينا دلوقتي بيكتبوا بقى الكتاب الاول في المزامير، الكتاب الثاني. يعني انت لو جيت تفتح تلاقي الكتاب الاول الكتاب الثاني الكتاب الثالث على طول علشان يفهمك الحتة دي. ندخل للمزمور 72. هذا المزمور حصل عليه اختلاف. ايه هو الاختلاف؟ قالوا ان اللي كتبه سليمان، لكن اخر المزمور اللي كتبه داوود. مين اللي صح؟ الاثنين صح. داوود هو الملك الوحيد اللي ملك ابنه وهو حي، يعني هو على فراش الموت قال لي باستشبع، قال لها يلا ملكوا ركبوا سليمان وقعدوه على العرش ويملك في حياتي قبل ما ماتي. فبعد ما ملك سليمان داود طبعا كان في النهايات وحبوا يطببوه بأي طريقة ما قدروش، واخد اللي بالكم؟ ففي آخر نسمات حياته داود هو اللي ادى هذا المزمور لسليمان، ملاه لابنه، وكأن هذا المزمور بيديه كوصية أخيرة من الملك إلى الملك، من الملك إلى الملك. عشان كده أصبح هذا المزمور لسليمان، مش سليمان اللي كاتبه، لا، داود كاتبه لمين؟ لسليمان. سليمان معناها سلام، سليمان معناها سلام. وهذا المزمور لما نقراه ما نلاقهوش ينطبق على سليمان. ليه؟ في حاجة جديدة بتتكلم على سليمان العهد الجديد، لأن المسيح هو السلام ذاته. بل أستطيع إذا كان كلمة سليمان معناها سلام، فالمسيح يسوع هو إيه؟ رئيس السلام. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وليه ما ينطبقش على سليمان؟ لأن ابن الملك سيجلس على الكرسي إلى إيه؟ إلى الأبد. وهل سليمان جلس على الكرسي إلى الأبد؟ طبعا لا. سليمان أي نعم بدأ بداية حلوة، لكن النهاية ما كانتش حلوة، وقام ضده أعداء، وفي واحد رفع إيديه عليه علشان بخر للأوثان وعشان ما مشاش باستقامة قلب زي داود أبوه. وربنا قال له إن لولا داود أبيك كنت أنا شلت المملكة منك بالكامل، لكن عشان خاطر داود هنزع منك الأصباط العشرة وهسيب لك سبط واحد اللي هو سبط بنيامين مع سبط يهوذا، بس مش هعمله في أيامك عشان خاطر داود من ناحية، وعشان خاطر انت رمز لابن الله الوريث، وريث العرش. فالمسيح هو الوارث، المسيح يسوع هو الوارث. وفي حاجات كتيرة تبين ان هو الوارث. اول حاجة، قد دفع الي كل سلطان مما في السماء
وما على الأرض وما تحت الأرض. يبقى هذا المزمور لا ينطبق إلا على المسيح يسوع بارتباطه كابن الإنسان مع الله، مع اللاهوت، يعني ارتباط الناسوت مع اللاهوت. المزمور ده ينقسم أقدر أسميه لست أقسام. القسم الأولاني الوصف المجيد لملك المسيح من 1-7. الوصف المجيد لملك المسيح، يعني ملك المسيح هيكون شكله إيه؟ هل المسيح ملك؟ لسه المسيح ما ملكش. المسيح اتقدم له ذهب ولبان ومر، حاجتين اتنفذوا والتالتة اتأجلت. الذهب يعني الملك، وده لسه. طيب المر الألام، ودي اجتازها وقال قد أكمل. طيب بعد ما اجتاز المر بقى اللبان. اللبان يعني ايه؟ الكهنوت، الشفاعة، جالس عن يمين الله يشفع فينا. يعني لما نزل على الأرض تمم الخلاص، ولما طلع في شفوق في السماء بيمارس كهنوته. اسمه كهنوت ايه؟ ملكي صادق، يعني ملك البر. وملكي صادق كان ملك ايه؟ سليم، يعني السلام، ملك السلام. عشان كده نلاحظ ان المسيح عمل حاجة والتانية، لكن التالتة متأجلة. متأجلة لامتى؟ لغاية ما يجي. بمجرد ما يجي زي ما قال سفر الرؤية، واخدين بالكم؟ قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه. طيب هسأل سؤال، هل المسيح ملك على الأرض؟ لو كان ملك على الأرض يبقى ملكه فاشل، آسف أقول الكلمة دي، ده الأرض مليانة بلاوي. ولو فتحت التلفزيون تشوف قد ايه ارهابيين، وقد ايه قتل، وقد ايه ده ضد ده، والدولة دي ضد دي، وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، وحالة ما يعلم بها الا ربنا. حروب واخبار حروب ومجاعات واوبئة في مكائن في اماكن، يعني الحاجات دي ما تدلش على ان المسيح ملك. طيب هل المسيح لما لم يملك له سلطان على الارض؟ ايوه، هو رئيس. كلمة رئيس ملوك الأرض يعني ليه سلطان على الأرض. إيه فرق بين الملك والسلطان؟ الملك إن الأرض كلها تنفذ كلامه، لكن السلطان إن الأرض تفعل كل اللي عايزاه بس بإذن منه. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ عشان كده في سفر الرؤية يقول لك أنا يسوع رئيس ملوك الأرض، لكن مش ملك ملوك الأرض. ملك الملوك ده لما يجي، واخدين بالكم؟ أول ما يجي هنسمع الصوت اللي بيقول قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه. تعالوا بينا ناخد الجزء الأولاني من 1-7، أسميهم كلهم برضو الوصف المجيد لملك المسيح. من 8-11 المسيح سيملك على الجميع. من 12-14 هو ملك العدل. من 15-17 ملكوته أبدي، ما لن ينقرض وما لن يزول. من 18-19 تسبحة ختامية لهذا الملك. طيب والجزء السادس تزييل. ايه هو التزييل؟ تمت، واخدين اللي بالكم؟ تمت صلوات داود ابن يسى. وده اللي يدل على ان هذا المزمور اخر مزمور كتبه داود ابن يسى. فمن الاول لسليمان في الاخر. بس احنا كتير عشان ما تتضايقوش، كتير من الاباء حتى القديسين في القرن الثالث والرابع يقولوا ان هذا المزمور، وانا قلت 100 مرة هذا المزمور الوحيد اللي كتبه ايه؟ سليمان. لكن في الحقيقة اللي ملاه داود لسليمان ما كتبوش بايده،
يعني هو علمه لسليمان وسليمان هو اللي أخرجه للنور، عشان كده ينسب لسليمان وإن كان هو مزمور لداود. تعالوا بينا نتمتع بالجزئية الأولى، الوصف المجيد لملك المسيح. اللهم اعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك. خلي بالكم ما معنى كلمة اعطي أحكامك؟ أحكامك يعني الدينونة. المسيح اداله الدينونة وبعد كده اداله البر. البر يعني ايه؟ يعني تسديد العدل. طيب نشوفها فين اعطي أحكامك للملك؟ نشوفها في المزمور الثاني. قال له ايه؟ اسألني اسألني فأعطيك الأمم مراسا. ليه؟ لتحطمهم بقضيب من حديد. فهو اداله الأحكام، أنت اللي هتحطم الأشرار كلهم. بعد كده لما جه في المجيء الأول ما حطمش حاجة، ما عملش حاجة. جاي ليه؟ قال أنا جاي أسدد البر، التحطيم ده بعدين مش دلوقتي. واخد اللي بالكم؟ فاكرين لما يوحنا ويعقوب لما السامرة قفلت البيبان في وشه قالوا له نزل نار من السماء تحرق الناس تعمل لك ألف حساب؟ لستما تعلمان من أي روح أنتما. ابن الإنسان لم يأتي ليهلك ليهلك بل ليخلص. أنا جاي عشان أعمل خلاص. هل حطم حد؟ هل أحلك حد؟ أبدا. حتى هيرودس اللي كان عايز يقتله هو طفل كان ممكن يجيب له نقطة ولا شلل ولا سكتة قلبية. أبدا. طب ما هيقتلك. قال أنا اللي هسيب له الجمل بما حمل، وساب له الساحة ومشي. وعاش هيرودس حياته طبيعية لغاية ما انتهى عمره طبيعي. العمر اللي مدهوله ربنا عاشه، خد قد ايه؟ سنتين وشوية. لدرجة لما ظهر الملاك قال خلاص مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي، قوم يا يوسف خد الصبي وامه وارجع من ارض مصر الى اسرائيل. فهنا نلاقي المسيح حتى في الاخر في الصلوة الاخيرة قال له ايها الاب الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد الا ابن الهلاك. ابن الهلاك اللي هو مين؟ يهوذا. مش انا اللي هلكته، هو اللي هلك نفسه. انا قلت له كذا مره ونوهت له كذا مره وفهمته وقلت له وفضلت اقول واحد فيكم القى الرب في قلبه ان يسلمني، واحد فيكم اللي هو الشيطان دخل فيه، واحد فيكم بقى شيطان، يعني اداله بذره ثم دخل ثم ملك على قلبه. فدي الصورة. حتى لما جم يقبضوا عليه عارفين لو قبضوا عليه لولا يسوع كانوا قبضوا على الحداشر اللي معاه وكانوا قادوهم كلهم للصلب، لكن هو أظهر لاهوته وقال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. رجعوا لورا ووقعوا على وشهم وجات لهم حالة شلل مش قادرين يتحركوا. عارفين زي ايه؟ زي الفار قدام القط لما اعصابه كلها تسيب وهو يفضل يلف حواليه. وقف باصص لهم قال لهم ان كنتوا عايزيني؟ لا. وسالهم مره تاني وهم نايمين تحت عند رجليه قال لهم قلت لكم من تطلبون؟ ما عندهمش غير اللسان، لا قادرين يحركوا رقبه ولا ايد ولا رجل، ما خلاص اتبطوا في الارض مش قادرين يتحركوا. نزلوا على وجوههم قالوا له يسوع الناصري. قال لهم انا هو. عرفوا ان ما فيش ايه، مش هيقدروا. قال لهم انا عارف عايزين تمسكوني بس ليا شرط، عشان تمسكوني دول يمشوا. وطبعا التلاميذ من غير ما يقول لهم امشوا كل واحد قال يا فكيك، حطوا هدومه يقول لك وذهب كل واحد الى خاصته. وفضل واقف يسوع. واقف ليه؟
لان لو فك العقدة بتاعتهم هيجروا وراهم ويجيبوهم. وقف قد ايه؟ معرفش، ممكن نص ساعة، ممكن ساعة، ممكن ساعة ونص، لغاية ما اختفوا وعرف يسوع ان خلاص مش هيقدروا يوصلوا لهم. راح فك العقدة، قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، في الحال قاموا زي الوحوش، وهاتك فيه يا ضرب، خلاص راحت. فلم يهلك منه أحد إلا ابن الهلاك يا أحبائي. عشان كده هنا لما نيجي نشوف إن لما يقول له اعطي أحكامك للملك، يبقى اعطي أحكامك يعني الدينونة، اعطي الدينونة، هو اللي هيدين. وأول حاجة طلبها منه قال له اسألني، اسألني أعطيك الأمم مراسا لتحطمهم بقضيب من حديد. طيب دي الأحكام. برك، ما هو البر؟ البر لا، مش العدل. العدل يسموه الحق، الحق أو العدل، لكن البر مش موجود في محاكم الأرض خالص. ليه؟ لأن محاكم الأرض فيها حاجتين، يا بريء يا مدان. في حاجة تانية تقدر تطلعها؟ حد يجي يقف في المحكمة ويقول أنا بار؟ لا. أنت مدان؟ تاخد حكم. أنت بريء؟ تاخد براءة. وما هو البريء؟ اللي ملف عليه الاتهامات، بس احنا الاتهامات اللي ضدنا مش ملفقة، اتهامات حقيقية، مش بشهادة إبليس علينا. يا ريت كانت شهادة إبليس نقول ده أبو الكذاب، أمال بشهادة مين؟ بشهادة كتاب الله نفسه بيقول الجميع زاغوا فسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد فينا. يبقى خلاص احنا بكلمة الله بحسب الناموس احنا مدانين، ما نقدرش ناخد براءة. جه المسيح يسوع عمل حاجة جديدة مش موجودة في الكون، اسمها البر، اسمها البر. ما هو البر؟ البر أن يحكم بدينونتنا ويأخذ الدينونة بدلنا. أدي ده البر، ده البر. يمكن في صورة مصغرة كتبها أنيس منصور على ان لما كان في الرحلة حول العالم، لما راح اليابان فشاف في محكمة العدل، كل محكمة عدل بيبقى لها ايه؟ شعار. زي عندنا في مصر محكمة العدل عبارة عن ايه؟ امرأة مغطية وشها وماسكة ميزان. الامرأة دي رمز لمين؟ لمصر. المرأة دي رمز المصر، مغطية وشها يعني ما بتفرقش بين واحد وواحد، وماسكة ميزان يعني كل واحد ياخد حقه. في اليابان يا أحبائي راجل أعور بعين واحدة واقف وماسك برضو ميزان، لأن دايما في أي محكمة حتة إيه؟ الميزان، يعني العدل، كل واحد ياخد حقه. فهو بيسأل الجايد، بيقول له يعني ليه شعار القضاء عندكم بعين واحدة؟ يعني فسر ليه أعور؟ قال له لا، ده إمبراطور عندنا في القرون ما قبل الميلاد في اليابان، ما قبل الميلاد بحوالي 420 سنة كان في إمبراطور على اليابان. الإمبراطور ده له ابن وحيد ما فيش غيره، وبعدين تفشت في أيام الإمبراطور خطية الزنا، ابتدى الزنا يكتر يكتر. فجم لما سألوا الإمبراطور أصدر قرار أي واحد يقع في خطية الزنا يخلعوا عينيه الاتنين. وفعلا بعد نفاذ القانون بشهرين جابوا له ولي العهد ابنه متلبس في خطية الزنا، ما رضيش يودوه المحكمة، ده ابن الإمبراطور، جابوه له هو، قالوا له وجدنا ابنك بيفعل هذه الخطية. فوقف قال له يا ابني ليه تكسر قلب أبوك؟ ده أنت ولي العهد، يعني أنت الوريث، ولو اتخلعت عينيك الاتنين مش هتقدر تحكم البلد،
ولو أنا سمحتك أبقى كسرت القانون. راح واخده وطلع على القاضي قال له ابني سقط في خطية الزنا ويستاهل. قلع عينيه الاتنين. أنا جاي أرجو منكم تخلعوا عين منه وعين مني، يبقى العدل خد حقه وهو يعيش بعين واحدة ويخدم البلد، وأنا أعيش بعين واحدة وأخدم البلد. فاعتبروا أن هذا الرجل قمة العدل وقمة الحياة في البر. بس برضو ده قال لابنه أنت النص وأنا النص، لكن احنا يسوع ما قالناش انا النص، قال انا هدفع الدين بالكامل. خد كل اللي لينا علشان يدينا كل اللي ليه. خد العار بتاعنا، خد الخطية بتاعتنا، خد العري بتاعنا، خد كل حاجة بلينا وعلشان يدينا بره. عشان كده هنا لما يقوله اعطي احكامك للملك اسألني أعطيك الأمم مراسا. طب وبرك لابن الملك ماذا طلب في البر؟ وهدي بتوضحها بقى يوحنا 17. أيها الآب، خلي بالكم، لست أسأل من أجل العالم. الله، يعني معنى لست أسأل من أجل العالم؟ يعني السؤال اللي قلته لي قبل كده هديك العالم تحطم، وأنا مش عايز السؤال ده دلوقتي، ليا سؤال تاني سابق يعني قبليه. قال له ايه؟ قال له أسأل من أجل الذين أعطيتني. أنا جاي ليا طلب، ليا سؤال جديد. ايه هو سؤال البر؟ قدسهم في حقك، كلامك هو حق، احفظهم في اسمك، وليس هؤلاء فقط بل الذين يؤمنون بي بسبب كلامهم، يعني الكنيسة كلها. فإذا طلبة البر كانت لاحقة لطلبة ايه؟ الدينونة. ولما يجي يقولك من الذي سيدين العالم؟ يسوع، لأنه صلب من أجل العالم، فهو من حقه ان يدين العالم كله. ويدين، خلي بالكم، يدين شعبك بالعدل. ايه شعبك؟ شعب الملك. يدينهم بالعدل ازاي؟ اصل ربنا حاليا يسوع المسيح بيمارس الدينونة بس على اولاده بس، على شعبه بس. يعني ايه بالعدل؟ يعني لمصلحتهم، بيحكم علينا لكن ما بيحكمش على العالم. العالم ليه دينونة لكن انتوا لكم احكام. يعني تعوج يمين هيخلص منك، تعوج شمال هيديلك بالألم، وانت مش قد التأديب. محدش بيأدب واحد غريب، اللي بيأدب مين؟ ولاده، واحنا ولاده. عشان كده بيبتدي ببيته. في ناس كتيرة فيكم تقول ليه ربنا حاطط علينا من دول الناس؟ ففي ناس برة شريرة وماشية اي كلام، يعني اللي بيبيع مخدرات، اللي بيبيع أسلحة، اللي بيعمل كذا، صحته زي الفل وماشي كويس، وإحنا أقل لمسة، لأنهم دول منتظرين دينونة. لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، واخد اللي بالكم؟ لأن دي لهم دينونة، لكن أنت ليك أحكام تأديب. طب أنا مش عايز أتأدب. خلاص أدب نفسك. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن اسقط حكم علينا، نؤدب من قبل الرب لكي لا ندان مع العالم، علشان ما ندانش مع العالم. ادي معنى كلمة هنا يدين شعبك بالعدل، واخدين بالكم، ومساكينك بالحق. ايه مساكينك؟ ما هو اول جملة قالها طوبى للمساكين بالروح، دي الدعوة للملكوت. وأنا سبق إن شرحت لكم ما هي مسكنة الروح زي مسكنة الجسد بالضبط. طيب مين هم المساكين بالجسد؟ الشحاتين. طب ما الشحاتين كتار؟ لا، الشحاتين اللي يستهلوا الحسنة. طب إيه صفات الشحاتين اللي يستهلوا الحسنة؟ ليهم صفتين،
الناس كلها تعتبر ان ده فعلا يستحق الحسنة. نمرة واحد عاجز، عاجز غير قادر على العمل. نمرة اتنين مش وارث، يعني لو عاجز ووارث يبيع يعيش بايه؟ بالميراث، صح ولا لا؟ ولو مش وارث وبصحته يشتغل. لكن ده لوارث وعاجز، واحنا برضو بالضبط روحيا لم نرث من آدم إلا الموت، لأنه كما في آدم يموت الجميع. طب واحنا في طبيعتنا عاجزين، في آية تدل على إننا عاجزين على فعل الخير. آية واضحة صرخ بها بولس وقال يا ناس الخير اللي عايز أعمله مش قادر، والشر اللي مش عايز أعمله إياه أفعل، وصرخ الصرخة اللي انتوا عارفينها ويحي أنا الإنسان الشقي، مين ينقذني من جسد هذا الموت؟ مين اللي ينقذني من جسد هذا الموت؟ يبقى ده المساكين. طب المساكين إيه؟ يعمل إيه معاهم؟ بالحق. الحق يعني إيه؟ جات كلمة العدل. يعني إيه؟ يعني إحنا خطايانا بتتغفر مش على حساب الرحمة، على حساب العدل. في آية واضحة انتوا حافظينها، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين، المفروض يبقى رحيم. أنا لو رحت لواحد عادل واعترفت له بخطيتي هيقطم وسطي؟ لا يا حبيبي، ما أنت لما تعترف بخطيتك وهو دفع الدين مش هيقدر يدينك، لان لو دانك يبقى الدين اتدفع ايه؟ مرتين. ولما الدين يندفع مرتين دي عدم امانة. لكن هو امين وعادل ان يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. عشان كده بنشوف الصورة الجميلة، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، وبعدين كده يقولك ايه؟ تحمل الجبال سلاما للشعب. ايه معنى كلمة تحمل الجبال سلاما للشعب؟ اسرائيل الجغرافية بتاعتها اورشليم، حواليها جبال، عشان كده يقول لك اورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه. فهنا لما يجي يقول لك تحمل الجبال سلاما، لما نطلع على كل جبل من الجبال نشوف يسوع عمل عمل جميل نتقابل به المرة الجاية. نكتفي بكده وندخل لرسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي إصحاح 2 من آية 13. بركاته فلتكن معنا، أمين. وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا، وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. نعمة الله الآب فلتكن معنا، أمين. تكلمنا في المرة اللي فاتت عن إن في حاجة بتحجز ظهور الأسيم، الأسيم اللي هو المملكة الدجالية، الأنتي كرايست ضد المسيح والوحش يا أحبائي. فبيقول إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز، وحينئذ سيستعلن الأسيم. نلاحظ حاجة معينة يا أحبائي، بعد ما قال إن هذا الأسيم ورانا الصفات بتاعته، مش عايز أكرر الكلام اللي قلته قبل كده،
ابتدى يدينا عظة اسمها عظة الثبات. يعني مطلوب مننا أن نثبت. لماذا؟ لأننا نحن في ملكوت المسيح وصبره. والكتاب بيقول من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وفي آية تمام تانية تقولك إيه؟ كن أمينا إلى الموت. وعلى فكرة بتتفسر بتفسيرين. يعني كن أمينا إلى الموت. التفسير الأولاني كن أمينا إلى الموت اللي ماتوا المسيح من أجلك، لأن المسيح علشان يموت من أجلك استرخص نفسه واستغلاك. فأنت عشان تكون أمين تبادل الحب بالحب وتسترخص نفسك وتستغليه، وتقول مع بولس الرسول ونفسي ليست سمينة عندي. طيب التفسير الثاني كن أمينا إلى الموت، يعني خليك ماشي بأمانة لغاية آخر نسمة من حياتك. عشان كده هنا هيبتدي يكلمنا عن الثبات. أما نحن دي تعود على مين؟ تعود عن بولس وسلوانس وتيموساوس اللي هم كاتبين الرسالة. لما توصل للرسالة الأولى الثلاث أشخاص. ودايما بولس لما كان يكتب الرسائل اللي هي التعليمية والإرشادية والتثبيتية يذكر معاه أكتر من واحد، يا واحد يا اتنين، عشان الشهادة بتطلب إيه؟ يا من اتنين يا من تلاتة، من فم اثنين أو ثلاثة تعطى الشهادة. واخد اللي بالكم؟ فبيقول أما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم. وده جمال الخادم حقيقي. جمال الخادم كل ما يشوف النعمة بتشتغل في المخدومين يفرح ويشكر ربنا. الخدمة لمجد الله، الخدمة للفرح، مش الخدمة للأنانية. احنا احيانا الشيطان بيضربنا ضربة، الضربة اللي بيضربنا بها الشيطان انا ككاهن مسكت الخدمة عايز انا اكون كل حاجة، واي حاجة تتعامل من غيري ابططها واوقف عند حدها. تفتكر دي خدمة المسيح؟ دي تمجد المسيح؟ دي كانت موجودة في التلاميذ، موجودة في التلاميذ. وجدنا ناس بيبشروا ويخرجوا شياطين باسمك، منعناهم. طب منعتهم ليه؟ ما استأذنوش مننا، لا يتبعوننا. قال اتركوهم، من لا يجمع معي فهو يفرق، ومن هو ليس معي فهو علي. عشان كده افرح، افرح ان الخدمة تنتشر، لان الخدمة احنا مش جايين هنا عشان نربي زباين، عشان نقول ابونا فلان ده ليه شعبية. طب ويعني شعبيته؟ نفترض ليه شعبية بالالاف وربنا قال له مش راضي عنك، يبقى خسر كل حاجة. طب ما زكريا وإليصابات كانوا منبوذين من الناس، والناس كانوا بيبصوا ان مادام ما معهمش اولاد يعني ربنا غضبان عليهم وعايشين في عار. لكن كانوا كليهما برين امام الله. ومما يدل على انهم كانوا في عار لما حصل الحمل لإليصابات، قالت نزع عاري من بين الناس. يعني ما يهمنيش الناس لما يقولوا علي عار وانا ما عارش، يهمني رؤية ربنا ليا، يهمني مجد ربنا ليا. عشان كده هنا نشكر الله كل حين لأجلكم، يعني احنا فرحانين من أجلكم أيها الإخوة المحبوبين من الرب، المحبوبين من الرب. أنا في مرة من المرات وأنا مرسوم كاهن جديد ما كملت الشهرين، وكنت رايح مشوار مع أب اعترافي، فجينا ندخل فبيقول لي اتفضل. قلت له يا بني دي تيجي ازاي؟ ده حتى الطقس يقول انك انت وأمص وان انا حتة أسيس صغير وانت ابويا، ادخل قدامك ليه؟ عارف رد عليا وقال ايه؟ قال لي الطقس هو المحبة يا ولدي، اتفضل ادخل قبلية بالامر.
اتفضل ادخل قبلية. الطقس هو ايه؟ المحبة. اداني درس ما انساهوش ابدا في حياتي. نحن كل حين بنصلي لاجلكم وبنشكر ربنا ايها الاخوة المحبوبين من الرب. وده الخادم الممتاز. انا مش جاي علشان اوصل الناس لقلبي، وان وصلت الناس لقلبي ابقى خسرت كل حاجة. انا جاي عشان اوصل الناس لقلب يسوع. انا ما الا بسطجي. عارف يعني ايه البسطجي؟ لما واحد من حضراتكم يجيله من واحد غالي عنده، يعني نفترض ابنك في الخارج وبعت لك جواب وجا البسطجي خبط على الباب وفتحوله، جي ابنك قال لك اخويا بعت جواب، بتسأل البسطجي ده دمه خفيف ولا دمه تقيل، شكله حلو ولا شكله وحش، انا ماله ومال البسطجي، انا ليا للجواب بتاع حبيبي، هو ده اللي ليا. انا ليا ان اخد حاجة حبيبي، ماليش دخل بالبسطجي اللي بيوصل الكلمة. اللي بيوصل بيوصلني ليسوع مش بيوصلني ليه. لو انت وصلت لشخص مش ليسوع، لا هو استفاد ولا انت استفدت. لكن ليسوع يكون هو الكل في الكل. عشان كده بيقول لهم ايها الاخوة مش المحبوبين مننا، المحبوبين من الرب. شوف الجملة اللي بعدها اجمل. لأن الله اختاركم من البدء للخلاص. وده الفرق بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. كنيسة العهد القديم اختارهم منذ تأسيس العالم. عشان كده لما يقول لهم رسل ملك المعد لكم، بيقول لهم منذ تأسيس العالم. لكن احنا يقول لنا اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، قبل ما يأسس العالم، قبل ما يعمل الملائكة ويعمل الشياطين، الملائكة اللي صاروا شياطين، ويعمل الأرض وكل اللي فيها، كنا في قلبه وكنا على في فكره، وكان شخص المسيح اللي هيتجسد هو ده اللي هيجي يعمل كل حاجة، صورة الابن. عشان كده الدم ده دم قبل تأسيس العالم، دم أزلي لينا يا أحبائي. فيبقى هنا الصورة اللي بتوضح لينا، بيقول لأنك اختاركم من البدء للخلاص. وخلي بالك لما يجي يقولك اختارك من البدء للخلاص، يعني مش معناها انت أحسن من غيرك، لا، مش معناها انك انت عشان كويس ربنا اختارك واللي جنبك مش كويس، لا. قل له لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان ليا مكان في سماك. أنا لا كنت شفتك ولا كان ليا أي مكان في سماك. عشان كده للخلاص. اخترنا للخلاص ليه؟ لأي أي مجال فيا، أي حاجة حلوة فيا، ولا حاجة، ولا حاجة. واخد اللي بالكم؟ ولا حاجة فيا. طب امال ايه اللي هيعملني؟ يقول لي بتقديس الروح وتصديق الحق. جميلة. ماذا يقصد بتصديق الروح؟ وماذا يقصد بايه؟ تصديق الحق. الروح يقدسنا. يعني ايه يقدسنا؟ يعني يخصصنا. تصديق الروح او تقديس الروح بناخده بسر التناول. في سر التناول الروح بيقدس الخبز والخمر الى جسد الرب ودمه، فيدخل اللحم غير الفاسد في لحمك والدم غير الفاسد في دمك، وتصير اعضائك اعضاء المسيح وتتفتح عينيك ليه. ولذلك الكنيسة علمتنا في سر التناول أبونا يصرخ ويقول القدسات للقديسين. أدي ده تقديس الروح. طيب وإيه كمان تاني مطلوب مننا بعد تقديس الروح؟ تصديق الحق. دي كلمة ربنا. ما احنا واخدين كلمتين، الكلمة المتجسدة في سر التناول والكلمة المكتوبة في الكتاب المقدس. قدسهم في حقك، مرتبطة بالقداسة. كلامك
هو حق، بس احنا لابد ان نصدق الحق. صدق كلام الله، السماء والارض تزولان، لكن حرف واحد او كلمه واحده من كلام الله، واخد بالكم، لا تسقط. هسألكم سؤال، انتوا بتصدقوا الحق؟ ده سؤال. بتصدقوا كلام ربنا؟ صح. طب ربنا قال انا معكم كل الايام، مرعوب ليه؟ خايف ليه؟ بتقول الدنيا مش عارف هتوصل لفين، رايحين على فين، يبقى مش مصدق. لان لو مصدق الحق تقول مع داوود، حتى اذا اهتزت الجبال وسقطت في قاع البحار لن يرتعب قلبي. تصديق الحق. جملة واحدة تانية صغيرة وكلكم حافظينها، هل أعوزتكم لشيء؟ طب ما ليه ماشي تبص على الأسعار في كل حاجة تشتريها، دي بكام ودي بكام ودي سعرها كام ودي بتوصل كام ودي وصلت كام والناس هتاكل بعضيها، شفت الدولار بقى بكام وشفت مش عارف ايه. انت مصدق الحق؟ غليت الدنيا، ايوه غلى شديد. طب نمت ليلة بالجوع؟ ما حصلش ان نمت بالجوع. اسف اقول، ساعات بنبقى كدابين. عارفين يعني ايه كدابين؟ لان احنا بكلنا بنحاول نعمل رجيم. طب ما لو ما فيش اكل بنعمل رجيم علشان ايه؟ بلاش كده. نسبة الكوليسترول في الدم في الغالبية ليه؟ ما هو من الاكل الدهون ومن اكل كله ومن كتر الاكل. عمر ما حد مات من الجوع، لكن مات من ايه؟ من الاكل الكتير. عشان كده هنا لما يجي يقول الكلمة دي، كلمة صغيرة، لكن دو نصدق كتاب ربنا. ايوة طبعا مصدق كلام ربنا، مصدق كلام ربنا وقعد مرعوب وخايف وبتبص للغد وبكرة هيحصل ايه وهيجي لنا ايه. لا تهتم بالغد، سلم الغد لربنا، يكفي اليوم شره. على واحد قالها جميلة، قال انا مش عارف بكرة هيحصل ايه، لكن عارف مين اللي موجود بكره معاي، وما دام اللي معاي بكره ده موجود خلاص مفيش مشكله ومفيش رعب. عشان كده كلمه صغيره وجميله، تقديس الروح خدناه في سر التناول، تصديق الحق كل كلمه قالها احنا بنصدقها. عارفين ساعه ما قامت ثوره يونيو، قبلها بكم يوم كانت أزعرينا، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، وبعدين اتبعت لي حوالي أكتر من 30 سؤال، وكانت إشاعات طالعة، علموا بيوت المسيحيين مش عارف هيطردونا برا البلد، هيحصل كذا، هيعملوا كذا، مش عارف هيحصل إيه وإيه وإيه، وكل الناس يقولوا لي إيه، أبونا ممكن تقول لنا تطمننا بكلمتين، 30 يونيو هيحصل فيها إيه؟ 30 يونيو هيحصل فيها إيه؟ قبلها بأسبوع قريت الأسئلة كلها وجاوبت إجابة واحدة فاية. قلت لناس كتيرة بتسألني سؤال، يا ترى 30 يونيو هيحصل إيه؟ أنا مش هجاوب من عندي، أنا هجاوبكم بآية واحدة من الكتاب المقدس. يسوع بيقول لكم أنا معكم كل الأيام ما عدا 30 يونيو إلى آخر الدهر. فالشعب كله دور الضحك، قال ليه؟ قلت لهم بتضحكوا ليه؟ ما لو معكم كل الأيام بما فيه 30 يونيو مش هتسألوني السؤال ده. احنا في ايد ربنا، احنا ما بنخافش ولا نضطرب، ونشكر ربنا كنيستنا اعلنت كده عملي. في الثمانينات فجروا مسرح، المسرح بعديها اتقفل محدش راحه، لكن احنا الكنيسة تتفجر كم كنيسة والشعب يملى الكنيسة باكتر واكتر واكتر، وكأن الشعب بيقول احنا عايزين نموت من اجل المسيح، لينا الشرف ان نستشهد. اللي يتحزن عليه مش اللي بيتقتل، اللي بيتقتل عارف راح فين، لكن اللي بيقتل ده مصيره ايه وحياته ايه. ونصلي من اجله ان ربنا يفتح عينيه ويغيره. عشان كده هنا لما بيجي يقول لك تصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا،
إنجيلنا يعني ببشارتنا المفرحة، البشارة المفرحة. ماذا تقول البشارة المفرحة؟ طوبى لمن غفر اسمه، طوبى لمن سترت خطيته، طوبى لمن يحسب لا يحسب له الرب ذنب. إنجيلنا اللي قال للص اللي رايح الجحيم في الآخر اليوم تكون معي في الفردوس، بشارة مفرحة لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. خلي بالكم، نقتني مجد ربنا يسوع المسيح. ما هو مجد ربنا يسوع المسيح؟ الصليب. الصليب. مش فاكرين أم أبناء زبدي قالت له عايزة واحد من أولادي يبقى عن يمينك والتاني عن يسارك في مجدك؟ يعني عايزة واحد يبقى اللص اليمين والتاني اللص الشمال. قال لها يقدر يشربوا الكاس؟ يقدر يصطبغوا بالصبغة؟ قالت له يقدروا. قال لها هيصطبغوا ويشربوا لكن الجلوس عن يميني. فالمجد هو الصليب. ايه هو الصليب؟ المجد، مجد الحب. الله بين محبته لنا اذ ونحن ما زلنا بعد خطاه مات المسيح عنا. ده مجد ربنا يسوع المسيح. مرة بولس كان ماشي في أتينا وبعدين شاف قبر بالرخام ومكتوب عليه بالذهب، فواحد من اللي معاه قال له انت عارف ده قبر مين؟ قال له واحد من الأمراء. قال له لا، ده قبر عبد من العبيد. قال له استحالة، لأن القانون الروماني يمنع أي عبد يتبني له قبر، لازم يسووه بالتراب، حتى في موته العبد يتسوى بالتراب. قال له لا، أصل ده ليه قصة. قال له ايه قصته؟ قال العبد ده كان بيحب سيده، وهو ماشي مع سيده في عدو فوق الجبل وجه السهم لسيده، فهو جري وقف قدام سيده خد السهم في قلبه فمات وفدى سيده. سيده حب يكرمه، قال لو كان معاه زوجة وأولاد كنت هطلقهم أحرار، لكن ده لسه متجوز، أحسن حاجة أدفنه في القبر بتاعي واكتب عليه بالذهب لا يوجد حب أعظم من هذا أن يموت العبد من أجل سيده. بولس بص قال لا، يوجد حب أعظم من هذا أن يموت السيد من أجل عبيده. ده الحب الموجود. عشان كده بيقول مجد ربنا يسوع المسيح. فاثبتوا إذن أيها الإخوة، إذا كان ضحى بأغلى ما عنده، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ عشان كده بيقول لك اثبتوا أيها الإخوة، تمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. خلي بالكم، وده بيورينا أن في حاجة اسمها إيه؟ التقليد بيؤمن بيه. يعني في حاجة تسلمناها. في كنايس ما تؤمنش بإيه؟ بالتقليد، لكن تؤمن بالمكتوب. لكن التقليد موجود، والتقليد محتاجينه. محتاجينه. طب انا لما جيت كنت بتناقش مع واحد عن التقليد، وبعدين جيت سألته سؤال، قلت له انت تؤمن بالتقليد؟ قال لي لا. قلت له طيب مين قال لك ان انجيل متى كتبه متى؟ متى لما كتب انجيله ما قالش انجيل متى، ومرقس لما كتب انجيله ما قالش انجيل مرقس، ولوقا ويوحنا واعمال الرسل كتبوا انجيل يسوع. عارفين مين اللي قال ده متى وده مرقس؟ التقليد. التقليد هو اللي قال ده متى وده مرقس وده لوقا ويوحنا. التقليد هو اللي قال بولس الرسول ليه 14 رسالة بس، وأي رسالة تانية رسائل تانية ضشتوها. يبقى التقليد بيعمل عملية حفظ، واخد اللي بالكم؟ عشان كده أم برسالتنا وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا. في ناس تقولك إيه؟ ليه يقول ربنا ويقول الله؟ أصل في حاجة أنتم مش واخدين بالكم منها، اللاهوت متحد مع الناسوت بس بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. ربنا يسوع يعني الإنسان يسوع، الله اللاهوت المتحد به. عشان كده هنا لما يجي يقول لك وربنا نفسه يسوع المسيح،
المختار يسوع يعني هو المخلص والمسيح اللي اعتمده الآب، الخبز النازل من السماء، والله أبونا الذي أحبنا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، أعطانا عزاء أبديا الروح القدس يمكث معكم إلى الأبد. أعطانا عزاء أبديا وكمان ورجاء صالح بالنعمة. إيه معنى كلمة رجاء صالح؟ رجاء، ما هو الرجاء؟ أنا ذاهب لأعد لكم مكان، رجاء. طيب مين اللي ياخد الرجاء ده؟ الصالح. طب ومين فينا صالح؟ ولا واحد. طب وما هناخدها ازاي؟ هناخدها بالنعمة. نعمة يعني ايه؟ يعني مجانا. طب تاخدها ازاي مجانا؟ اصل الروح القدس اللي هو العزاء الابدي هياخد من المسيح ويدينا، ياخد من المسيح ويدينا الا ان يتصور المسيح فينا. اول ما نوصل هناك قبل ما ندخل يقول لنا نعما ايها العبد ايه الصالح. فتيجي هنا الحته الحلوه اللي بيقدمها لنا، عشان كده بيقول صالحا بالنعمه يعزي قلوبكم. دلوقتي يعزي قلوبكم على احتمال ايه؟ المشقات والالام والضيقات، ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. الله يبارك حياتنا ويمتعنا في الإيمان ويعطينا أن نعيش المسيح يسوع يعمل فينا وبنا، له كل مجد وكرامة إلى الأبد.